شباب مصر، كل فئة في المجتمع المصري، النقابات والأحزاب والنقابات العمالية وغير العمالية، المهندسين رجال الأعمال، هنعمل جولة معاهم في جميع محافظات وربوع مصر. هنشوف إيه مطالب الشعب وإيه مطالب الشباب اللي عايزينها من الرئيس القادم اللي هو هيكون إن شاء الله المشير عبد الفتاح السيسي. هنوصل هذه الطلبات وهذه المطالب إلى لجنة متخصصة من هيئة البحوث المدنية والجنائية، ودي تشكل من كبار العلماء في مصر. هيعدوا برنامج انتخابي عملي وعلمي سيقدم للمشير إن شاء الله، ليكون نصب أعينه عند وضع برنامجه الانتخابي الرئيسي إن شاء الله. من سلسلة من الاجتماعات مع جميع ممثلي هذه الفئات زي ما قلت لحضراتكم، هنروح كل محافظات مصر وكل ربوع مصر. هنوصل إن شاء الله أن يكون المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر وجميع شعب مصر بجميع فئاته راضيا عن آلائه، وإن شاء الله بالبلدي كده هنكيد الأعادي بالمشير عبد الفتاح السيسي.